Important quand on connaît la qualité de ce groupe alors qu'on voit le sélectionneur. فرحانة وصافي كوم دابيتود عمرو ما خيبونا الحمد لله ديما مغرب ونشجعكم المنتخب اخو كنا كنتسناو واحد جوج ولا 3-0 ولكن ملي جا 3 بوان هذاك هو المهم هذاك هو الربح 3 بوان انا كنا قبل كنا كنماركيو بجوج 3-0 في الاخر ما كنديرو والو اللهم 3 بوان تما غادي بحال هكا بهذا السيستيم مزيان يعني غير المنتخب الاخر ديال ناميبيا كانوا شويه مزيرين شويه راجعين للور وهذه لاعبين الدفاع ومنتخب زقى الفرص والحمد لله جا ذاك الهدف في اخر دقيقه المشكل كان شويه في الخطوط كانوا متباعدين شويه وكانوا خير راجعين للور بزاف كانوا مزيرين شويه علاش ما بغاش المدرب يدير لو بريسينغ فهمتيني وديك لاطاك افيك لا فيتاس ما عرفتش انا كاين لي سباس كما قال الاخ لي سباس كاين وحنا مبعاد على بعضياتنا اللعابه كلهم بعاد على بعضياتهم ما قرابش من سافا سافا heureusement que ربحوا voilà quoi هذا هو المهم اي كوم جي دي جو سوي ماروكان سينيغاليز جيسبر كو واحد يربح ان شاء الله اي فوالا كوا نيفو شويه كان كنا بغينا نكون احسن وتتعرفوا الاجواء في مصر شويه سخونه بزاف ماشي غير سخونه بزاف لحقاش باش يلعبوا تحت الدرجه ديال 39 سميتو سي با ايفيدون ولكن الحمد لله ربي ما خيبناش 3 بوان سي سوفيزون وحنا تنقلبوا على كوميم لي 3 بوان اوليو باش يكون اللعب ولا يكون زعماك لا تكتيك تكون او نيفو ديال اللعب تكون مزيانه وداك مع لا كوت ديفوار وجنوب افريقيا يكون شويه صعيب ولكن جو بونس الماتشات غيلعبوا ماشي في هاد التوقيت غتكون تقريبا التوقيت في العشيه وفي شويه حال بارد ونتمنوا الخير للمنتخب الوطني باش ان شاء الله يشي 3 بوان جايين ويدوزوا اليز للدوزيام.